هنا بيقول create a function that tasks two string takes two string يعني تاخد رقمين، يبقى كده انا هي هتاخد رقمين اوكي، والنوع string يبقى انا كده لازم يكون فيها هنا رقمين، واكتب as string as string يبقى by val، هنا بكتب by val وهنا by val، وبكتب اسم المتغيرين s1 و s2 ها، وهنا هيكونوا as string as string، يبقى احط string دي هنا وهنا خلاص. طيب هل ريتيرن ولا لا؟ اشوف زان ريتيرن بترجع، يبقى هنا لازم تبقى من نوع فانكشن، يبقى انا لازم اكتب النوع فانكشن واحط لها اي اسم فان مثلا، وبالتالي انا كده فانكشن، ولازم هنا مربوطه بان انا اكتب في الاخر از ايه، ترجع بايه بقى هنشوف، از لونجست سترينج يبقى هترجع بسترينج، يبقى برضو اكتب هنا ايه از سترينج، يبقى انا كده هرجعها بسترينج تاني. طيب از ذير ريتيرن ريتيرن فاليو، ريتيرن تايب بترجع بايه؟ بترجع بسترينج اوكي. طيب باراميتر بتاخد باراميتر هتاخد اتنين باراميتر اللي هم من النوع سترينج اوكي. نشوف ازاي اتنفذت. نبدا هنا نشوف كده، اول حاجه احنا هنبدا نعمل الفانكشن نفسها. الفانكشن نفسها بتقول ايه؟ هو كاتبها فانكشن بيسميها از ايكوال، فانكشن بتقارن ما بين القيمتين اللي داخلين اللي هو المتغيرين سترينج. قلنا هنعمل فانكشن لان عرفنا الريتيرن، ولازم نعمل هنا از سترينج لان فانكشن مربوطه ان لازم بترجع، فلازم احدد نوع الرجوع سترينج. وهنا عملت باي فال اس 1 از سترينج باي فال اس 2 از سترينج، كده تمام انا عملت الهيدر صح. هنزل اكتب انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل مقارنه، عندنا حاجه اسمها بقى كومبير تو، دي مهمه جدا، بتقارن ما بين نصين، كومبير تو بتقارن ما بين نصين اس 1 واس 2. فاذا انا اف اس 1 كومبير تو اس 2 يعني لو قيمه بقى. طبعا هي بترجع بقيم عدديه، بتقارن النصوص وبتقول لو هي اصغر من زيرو زان ريتيرن اس 1، فانا بقول لها لو اصغر من الزيرو رجعي لي اس 1، وبالتالي اذا قيمه 1 اس 1 تختلف عن اس 2، ولو اكبر ها من الزيرو هترجعي لي اس 2، اذا اس 2 اكبر وبالتالي هترجعي لي اس 2. طيب يعني هو بيمسك العدد اللي هنا والعدد اللي هنا ويطرحه من بعض وبيطلع لي قيمه، لو العدد اللي هنا اقل وبالتالي اس 2 هي اللي هترجع لي، لو العدد اللي هنا اكبر وبالتالي اس 2 هي اللي هترجع، وبالتالي هنا بيعمل ريتيرن زرار ايكوال. ده لو else، يبقى انا عندي اتنين اف، لو ده اكبر من ده هيجيب لي دي، لو ده اكبر من ده هيجيب لي دي ريتيرن باس 2. اما غير كده غير كده معناه ان اللي هيطلع لي بزيرو، مع ان هنا اكبر واصغر، غير كده اللي هو ان اس 1 اكس ايكوال زيرو، ايكوال زيرو، اذا احنا هنقول له هنا ريتيرن بايه؟ بايكوال. ده هنرجع له باس 1 بس عشان يرجع بنص احطه بين كوتيشن عشان يبقى نص راجع، وكده انا انهيت الاف دي. يبقى اذا هي بتاخد ثلاث ارقام، وتلاحظ ان الريتيرن هنا اتكررت في كل اف، كل اف اتكررت معاها ريتيرن لانها هتخلص هنا وهتخرج من الاف، فبالتالي انا بعمل الريتيرن معاها وبالتالي انا خلص الفانكشن. نيجي هنا بقى في المين ميثود. المين صب عمل ايه؟ خلى المستخدم ده انشا متغير اسمه اس 1 كسترنج، وقال للمستخدم دخل القيمه، طبعا ما كتبش البرنت لاين هنا، ما طبعش حاجه للمستخدم، ولكن هو هيقرا قيمه من المستخدم وهنا هيقرا قيمه ثانيه، وهياخد القيمتين اللي خزنهم في اس 1 واس 2، هيستدعي الفانكشن از ايكوال ويحط فيها اس 1 واس 2 اللي احنا اصلا انشاهم وخزن فيهم القيم اللي هو قريها من المستخدم، وهي بقى لما تاخدهم هتاخدهم وتقارن، لو اس 1 اكبر من اس 2 هترجع له باس 1، لو اس دي اكبر من دي هترجع له باس 2، او ترجع له بغير ذلك اللي هي زي ايكو اوكي.